لدي سؤال لك وأريد معرفة الحقيقة. ما الذي عرضه عثمان على والدك ليبيع بالجاي؟ لم يفعل ذلك من أجل حياتك بالطبع. أنت تعرف كل شيء، لذا يجب أن تعرف إجابة هذا السؤال أيضا. قوانين جينكيز خان وخنجره. ماذا عنك؟ أنت كيف تجرؤ على المجيء إلى هنا؟ جيخاتو أمرني بإعطائك هذه كوني أصبحت زعيم الراية. إذن يريد القوانين والخنجر مقابل ماذا؟ موت عثمان وحياتك أيتها الأميرة. عثمان قتل بالجاي لوحده وبالجاي هرب. تعرفين بأنه سيأتي مجددا للانتقام، لكن كيف سأثق بجيخات وبك؟ رائحتك تقتلني يا امرأة، لكن أحب أن أشم رائحتك عندما تموتين. أعرف كل الحيل التي حكتها من خلفي. إن وقفت بصفي فجاهز لنسيان كل شيء. إن قتلت عثمان وأعطيت القوانين والخنجر لجيخاتو سنربح كلانا.